مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. باش نحكيو فيها على الجوز اولمبيك، على خليل جندوبي غدو يدخلوا كومبيتيسيون، باش نحكيو على انتقالات يظهر لي اغلى صفقه في تاريخ مانشستر سيتي قد تحدث، وباش نحكيو زاد على زوز مباريات حلوين برشا وميزانين برشا، واحده نص الليل واحده نص الليل ونص. نعطيكم بعد شنوما الفرق وين يتعداو. الترجي الرياضي قصي عن اليوم رسميا على التعاقد مع اللاعب لاري العزوني، متوسط ميدان 30 سنة، كان لعب في عدة فرق في الغوب في تونس، زادة كان لعب في النادي الافريقي، كان لعب في لوريون، في مارسي، لعب في عدة فرق. الحقيقة اخر تجربة ليه كانت مع الفيصلي السعودي، امضى زوز مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. نقعدوا مع اخبار الترجي الرياضي التونسي. غدوة يبدا تربص الفريق، التربص هذا ينطلق غدوة كما قلنا في تبرقة في عدة مباريات ودية سيتم الاعلان عليها لاحقا. بالنسبة لقائمة الترجي الرياضي التونسي باش يكونوا فيها برشا غيابات، ثم غيابات مؤكدة ثم غيابات مازال ما تمش التأكد منها هل باش تكون موجودة ولا لا الملعبية، لكن مبدئيا بسام بوقرة باش يكون غايب، غيث الوهابي باش يكون غايب، محمد علي بن حمودة باش يكون غايب، حمزة الغانمي كيف كيف، أمان الله مجهد، الملعبية هذوما الكل تقريبا باستثناء بسام بوقرة مازالت الوضعية مش واضحة، ولكن غيث الوهابي، محمد علي بن حمودة، حمزة الغانمي، أمان الله مجهد تقريبا باش يغادروا الترجي الرياضي التونسي بالطبيعة في انتظار التأكيد. مشاركة خليل جنيشي في التربص هذا زاد مازالت مش مؤكدة، غدوة نعرفوا الليستة، وقد يكون زاد متواجد ضمن القائمة هذه قصي سميري، قصي معشا، وعبد الرحمن كوناتي. نجم الرياضي الساحلي اخباره تتوالى ديما الاخبار الباهية، اتفاق بين الهيئة التسييرية برئاسة زبير بيا واللاعب فادي بنشوق على عقد مدته تقريبا صفقة انتقال حري، باش تكون تقريبا العقد باش يكون زوز مواسم. نذكروا كونه فادي بنشوق خاض عدة تجارب، عمره 29 سنة، لعب في الترجي، في النادي الرياضي الصفاقسي او الفريق جهة في تونس، ملعب التونسي، نادي الرياضي البنزرتي، وكان في اف سي توران في كازاخستان. ونقعد مع اخبار النجم الرياضي الساحلي، تعادل اليوم وديا مع الهلال السوداني دون اهداف. انا اتقرر رسمي باسم الملعب التونسي نسب الفلاح كان حاضر اليوم معنا في ريكاب سبور في مداخله، اكد من خلالها كونه الفريق يواجه صعوبات عديده وكبيره جدا قد تحول دون تحوله، وضد جنوب السودان لخوض مباراه الدور التمهيدي الاول ضد جاموس من جنوب السودان. الاشكال الكل والملخص نتاع الموضوع نسمعوه بصوت النطق الرسمي للملعب التونسي سيد انيس بن فلاح. التاريخ اللي قالوه هنا من الاول كانوا كان المقابله باش تتلعب نهار 18 اوت، احنا الحقيقه ملي خذينا التاريخ هذا عملنا كل شيء، عملنا الحجوزات نتاعنا، تعرف اللي بلاد كيما جنوب السودان معناها ماشي العديد من خطوط الطيران اللي دخلت لها، فما تقريب زوز ثلاثه على اقصى تقدير. الحقيقه احنا من الاول حتى حضرنا البرنامج نتاعنا على اساس كون التاريخ نهار 18 اوت، وحضرناه الرحله ومن جمله ما كنا باش نعديه ليله في مصر معناه، وحتى باش نعملوا حصه تمارين في القاهره الى غير ذلك. لكن تفاجئنا من بعد كونهم طلبوا تقديم المقابله الى يوم 16 ووفقت لهم الكاف زاد على هذا. بالطبيعه احنا بعد كما علمونا بالتاريخ نتاع 16 حاولنا ندخلوا فهمتي باش بطبيعه الحال باش نعاودوا البرنامج نتاعنا من اول جديد، لكن المره هذه معناها ما تعدى معناها شويه وقت اللي خلى معناها القيمه ما لقيناش معناها اماكن نشاغر في الطائرات. رسلنا زاد وزاره الدفاع الوطني وطلبنا تمكيننا من طائره عسكريه، لكن مع الاسف الشديد اليوم معناها تو تقريبا احنا 10 ايام اللي رسلناهم، اليوم تلقينا الرد الرسمي معناها الكتابي من وزاره الدفاع اللي مع الاسف الشديد بالرفض معناها، وكونوا فما استحاله باش يمكنونا من طائره عسكريه. الحل والله يلزم تو معناها تدخل معناها نجم نقول حتى من اعلى سلطه في البلاد باش نشوفوا حل الملعب التونسي. ان شاء الله كيما عاونوا الملعب التونسي باش يشارك في كاس الكونفدراليه الافريقيه ولقاو الحل، ولو انه الملعب التونسي وقت حط فلوس ان شاء الله زاد يتم ايجاد حل للموضوع هذا، خاصه كون الملعب التونسي باش يمثل تونس في كاس الكونفدراليه الافريقيه، واحد من زوج ممثلين في كاس الكونفدراليه الافريقيه، واحد من اربع الممثلين نتاعنا في السباقات الافريقيه، ماذا بينا ان شاء الله يلقاو حل في قادم الساعات. ميركاتو ديما نحكيو على اخبار انديتنا، الرابطه المحترفه الاولى لحبيبي، لكن بعد نهايه تجربته مع مستقبل سليمان يمضي رسميا مع اتحاد بنقردان عقد مدته موسم قابل للتجديد. حبيبي كان 30 سنه سبق له تقمص ازياء نادي البنزرتي، نادي جونا المصري، والنجم الرياضي الساحلي. ومستقبل سليمان الظهير الايمن هذايا كما قلنا عمره 30 سنه صح عام قابل للتجديد مع الاتحاد الرياضي بنقردان.
كيف كيف الترجي الرياضي الجرجيسي يواصل بدوره حملة انتدابات، واليوم عمل وصل لسبعة انتدابات. كوني خلف متوسط ميدان دفاعي قادم من تحت طويل أمضى زوز مواسم، ولمج درجيلي المدافع الأيمن القادم من الهلال الرياضي بمساكن أمضى زوز مواسم. ذكروا فقط كونوا لمج درجيلي هو ولد ترجي الجرجيس. العاب الأولمبية غدوة من الموعد المرتقب مع بطلنا في التايكواندو وبطل العالم خليل جندوبي اللي باش يكون معفى من الدور الأول ويخوض مباشرة الدور الثمن النهائي بداية من 9:59 دقيقة هكا بالضبط التوقيت. نعرفوا في جوز الأولمبيك منظمين برشا نحكيوا على توقيت تونس، كما أكرام الظهري تلعب منافسات عفوا وزن 49 كيلو بداية من الساعة 8:58 دقيقة بتوقيت تونس. كيف كيف غدوة تنطلق منافسات المصارعة، والمشاركة التونسية تبدأ 9 متاع الصباح في وزن 67 كيلوغرام مع مثنى سليمان نصر اللي بشير ضد الفرنسي مامادا ساب سيلا. وزاد غدوة في البرنامج ثم تصفيات الكنوي كاياك مع غيلان الختالي ونهائي 3000 متر موانع مع كل من أحمد الجزيري ومحمد أمين الجناوي. التوفيق بالحظ حظ سعيد لكل ممثلين في الألعاب الأولمبية غدوة. مروان قال يظهر عليك التعب. دانيال مو باج ميركاتو، دانيال مو اللي كان متميز جدا في اللورو ثلاثة، اللاعب هذا كان سجل 3 أهداف وعطى 2 أسيست وكان ساهم بشكل كبير في تتويج المنتخب الإسباني باللورو. الملاعبي هذا قريب برشا واتفاق حاصل ما بين فريق لايبزيغ والبرسا على عقد مدته 5 سنوات، وباش تقريبا العقد هذا العرض بكله 55 مليون يورو و7 مليون يورو بونيوس. بليل التاريخ فقط دانيول مو إسباني لعب مع منتخب إسبانيا، عمره ولعب مع حتى فريق في إسبانيا، لعب في دينامو زغريب مشى لوروز هذا اللي قبل هذية وتوا يلعب في لايبزيغ وبش تكون له أول تجربة مع الليغا الإسبانية. ملاعب آخر الحديث أكثر عليه برشا اليوم يولين ألفاريز الأرجنتيني 24 سنة باش يمضي بدوره مع أتلتيكو مدريد عقد مدته 6 سنوات في صفقة إن تمت ستكون أغلى صفقة في تاريخ السيتي 80 مليون يورو. ألفاريز 24 سنة ولكن ادخلوا شوفوا البالماريس نتاعو هز لتيتر الكل سواء مع المنتخبات أو مع الأندية. نختموا بها مباريات خارج تونس الليله بما انه ما عندناش مباريات احنا ديما استنسنا نقولوا خارج تونس. نصلي لتشيلسي يواجه ريال مدريد، مباراه هذه في الولايات المتحده الامريكيه تشوفوها على الكويت سبور الاولى مفتوحه في نورث كارولينا وبعيد عليها تقريبا 400 كيلومتر او 350 كيلومتر في الماريلاند. نص الليل ونص البرشا البرسا تلعب ضد الميلان ومباراه هذه زاد كيف تشوفوها في الكويت سبور الثانيه. انا شريدي كل اخبارنا الرياضيه تقاها على موقعنا موزيكا فان بوينت.